مئات الطلاب والمدرسين خرجوا إلى شوارع نيويورك دعما للفلسطينيين في غزة، واحتجاجا على قرار جامعة كولومبيا تعليق نشاط جمعيتين طلابيتين بسبب تنظيم احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة. يجب على الجامعة اتخاذ إجراء لحماية حرية التعبير وحماية حق أعضاء هيئة التدريس والطلاب في معالجة هذه القضايا بطريقة منفتحة وصريحة. جاء في بيان للجامعة أنه بعد مراجعة لممارسات الجمعيتين، جمعية طلاب من أجل العدالة في فلسطين والصوت اليهودي من أجل السلام، وجدت أنهما قد انتهكتا قواعد الحرم الجامعي، بما في ذلك الدعوة إلى العنف أو التمييز. الجامعة اعتبرت شعار من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر خطاب كراهية، وهذا غير صحيح. نستنكر تقييد الجامعة لحريتنا في التعبير بهذه الطريقة. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق نشاطنا واعتقال طلاب بسبب احتجاجهم على الحرب في غزة. تعامل الجامعة بهذا الأسلوب يثير سخط الطلاب وهيئة التدريس الرافضة لفرض الرقابة على حرية التعبير. جوزيف هاولي الأستاذ بجامعة كولومبيا نيويورك. أعمل كل يوم مع زملاء لا يتفقون معي بخصوص هذه القضية وغيرها. اختلافنا لا يمنعني من احترامهم، لا يمنعنا من العمل معا، ولن أطلب من أي شخص أن يقمع خطابهم لمجرد أنني لا أوافق عليه أو لأن خلافنا يشعرني بعدم الارتياح. تأتي هذه الاحتجاجات في سياق الوعي المتزايد بالقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وعي يساهم في تشكيله بشكل كبير الطلاب الفلسطينيون والعرب والمسلمون في الجامعات الأمريكية. لمادئة إكرام بن عائشة.